لدينا الأحداث يتم الكشف على مفاجأة سنة 2023 الرباب الفضي. لدينا الرباب الفضي وفقت رمز الأغنية الأمريكية المرحوم الحاج بالعيد. لدينا بذرة طيبة تكريما لروح رمز الاغنيه الأمريكية. تحفه فضيه تنداف لارشيف جمعيه تيميزار للفضه. اذا هنيئا هنيئا لمدينه تزنيت، هنيئا لكل الصناع التقليديين بهذه التحفه الفضيه التراثيه التي ستنداف للاخير بمجموعه من التحف الفضيه النادره. الحاج بالعيد يعني ومن لا يعرف الحاج بالعيد وهو فنان كبير لمعروف يعني وطنيا ودوليا لإعطاء الأغنية الأمازيغية يعني واحد الطابع اللي هو يعني رائع جدا.